ربما هو الأصعب على الاقتصاد المصري، ضغوط متزايدة تتزامن مع أزمة اقتصادية عالمية ألقت بظلالها على معيشة المواطنين، وسط ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية صاحب انخفاضا في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بأكثر من 30%، الأمر الذي يراه خبراء سببا رئيسيا للأزمة الراهنة. أكثر ما يقلقني أنا كاقتصادي وكمواطن أيضا هو عدم وضوح الرؤية بالنسبة لأسعار الصرف، يعني الدولار أصبح الآن يتحكم في كافة السلع والخدمات، وأنا في اعتقادي أن الحكومة والسلطات المالية والنقدية مطالبة بأن يكون هناك رؤية واضحة وشفافة لسوق الصرف في مصر. التضخم الأساسي ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال السنوات الخمس الماضية ليسجل في نوفمبر الماضي نحو 19%، كما وصل إجمالي الدين الخارجي إلى 155 مليار دولار، مرجحة للارتفاع مع سعي الحكومة المصرية إلى مواصلة الاستدانة لسد عجز الموازنة. علينا فعلا ديون وعلينا أقساط وفوائد للديون، وزادت طبعا مع تحرير سعر الصرف وارتفاع الدولار أمام الجنيه، ولكن اللي يهمني اللي احنا لغاية دلوقتي قادرين ان احنا نوفي بالتزاماتنا وفي مواعيدها. ورغم تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو تجاوز 6% خلال العام الماضي، إلا أن التوقعات تشير إلى انخفاض المعدل خلال العام الجاري لما دون 5%. التضخم احنا عم نتابع الارقام طبعا وبنشوف الزيادات اللي بتحصل، لكن انا عايز اقول لحضراتكم من غير التدخلات اللي عملتها الدوله في موضوع اتاحه زياده ارقام على بطاقات التموين، من غير الاجراءات اللي اتعملت لزياده المرتبات وزياده الحد الادنى، والاهم عدم زياده اسعار المرافق الرئيسيه، كانت الاسعار ممكن كانت تروح في حته تانية خالص. وتسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات الخارجية عن طريق خروجها من بعض القطاعات الاقتصادية ومنح المزيد من الحوافز للمستثمرين وبيع نسب مختلفة من أصولها في عدد من الشركات. تلقي الأزمة الاقتصادية العالمية بظلال ثقيلة على الاقتصاد المصري، ومع الانخفاض المتواصل لقيمة العملة المحلية أمام الدولار ترتفع في المقابل أسعار السلع خصوصا السلع الغذائية، مما يزيد معاناة المواطنين في ظل ضبابية المشهد لما سيكون عليه العام المقبل. أحمد حسين، الحرة، القاهرة.